أهلا بكم يا مشاهدي تلفزيون السباقون دوما. اليوم وبعد أن نقلنا لكم الخبر العاجل حول الهزة الأرضية التي حدثت منذ ساعة، سندخل إلى المستشفى كي نقوم بإجراء تصريح مباشر مع أحد الناجين من هذه الهزة. فإلى هناك. معك تلفزيون السباقون دوما، من فضلك عرفنا بنفسك. أهلا بك يا هاتشو. لا 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 هاتشو من؟ يا مذيع التلفاز أنا لحوح، أعتذر أنا مصاب بالزكام. صف لنا ما حدث معك بالتفصيل. لا شيء، كنت في سيارة أجرة لكن السائق جاء حاملا لي فيروس لا لا يا لحوح، أنا أتحدث عن شعورك لحظة رؤيتك للهزة وهي تدمر البيت. هزة ماذا؟ الهزة الأرضية التي دمرت بيتك منذ ساعة. بيتي أنا؟ بيتي؟ أوه يا مصور البرنامج، صور هذه اللقطة المؤثرة. فتأثير الهزة الأرضية جاء موجعاً بعض الشيء وجعله يفقد ذاكرته. ما الذي حدث لبيتي؟ أنا لم أفقد ذاكرتي. ماذا حدث؟ يا حزين الفؤاد، قبل أن نغادر هل لك أن تخبرنا ما هو شعورك وأنت تتذكر أن كل صورك ومقتنياتك الشخصية أصبحت في طي النسيان؟ مقتنيات من؟ وحزين الفؤاد من؟ أين هاتف النقال؟ أين أهلي؟ يا طبيب القسم؟ يا ممرضات الطوارئ؟ أي أريد الإطمئنان على أهلي، على أهلي، أهلي. الأهل، إنها كلمة موجعة. قل لي، هل فقدان الأهل يعوض؟ يا أهل لحوح، أين أنتم؟ فقدان من؟ من أنتم؟ وكيف دخلتم إلى هنا؟ لا تصورني يا هذا. أين الطبيب؟ أين الطبيب؟ يا طبيب، أنت متفاجئ كيف دخلنا إلى هنا؟ سجل يا تاريخ، شهادة فخر من أحد المصابين يصف بها شجاعة تلفزيون السباقون دوما. كيف لا وقد تسللنا إلى هنا كي نقدم الحقائق كما هي. كل ما يهمني هو أن أطمئن على أمي وأبي. أمي وأبي. لم يخبرني أحد بذلك. يبدو أنهم لم يرغبوا في تعكير مزاجك. سنغيره لك يا عزيزي. أخبرني، هل تتابع برامج قناتنا دوما؟ ماذا تود أن نعرض لك في سهرة آخر الأسبوع؟ أنا لا أقوى على التفكير في شيء. أنا أشعر بالتعب الشديد والحزن الشديد. يا طبيب الأعصاب، لم تعد أعصابي تتحمل أكثر من ذلك. حدثنا عن شعورك مع حالة الضياع التي ستحل بك بعد خروجك من المستشفى. فأنت الآن بلا مأوى طبعا. بلا مأوى؟ وكيف سيكون شعوري؟ هل تريدني يا مذيع الأخبار السيئة أن أرقص لك أو أغني؟ يا مشاهدي التلفزيون، يبدو أن قناتنا ستكتشف موهبة جديدة في الرقص والغناء رغم الأوجاع. تفضل، نحن نستمع إليك. يا رأسي. الله. يا قدمي. يا أنفي. الله. أيها المراسل، أنا أتوجع من الألم. معذرة، أخرج من هنا. يبدو أن الحزن أيها المشاهدون والمشاهدات سيخيم على هذا المريض الحزين. يا بيت لحوح الذي ضاع في هزة أرضية. لا. ويا أهل لحوح، لم يعد لهم وجود. لا. وكل ما يملك
كل هذا بسبب متعهد بناء لم يقدر عواقب غشه وخداعه و... ماذا؟ اقترب اقترب، لم أسمع. هل أنت متأكد؟ ولكنهم قالوا لنا إن الغرفة رقمها 43. هذه 34 فعلا. حسنا يا لحوح، علينا أن نغادر الآن. لحظة، أين أهلي؟ سأتحرى وسأخبرك لاحقا بالإذن. بالمناسبة أهلك بخير، لكنني أخطأت في رقم الغرفة، أستأذنك. اذهب من هنا. مرحبا بكم مشاهدينا، هل أنتم جاهزون لسؤال هذه الحلقة؟ جيد، سؤالنا هو: أين المنادى في الجملة التالية؟ يا معلم الكيمياء البارع، هل هو البارع، معلم، أم كيمياء؟ إذن أين المنادى؟ البارع، معلم، أم كيمياء؟ للاستمتاع بالمزيد من برامج تلفزيون جيم الشيقة، اشتركوا الآن.